اهم حاجه في لعبتنا دي هي الحلاوه. ودي بتتاكل ازاي يا وحش؟ تفتح العلبه بالطريقه دي وتديها من غير عيش يا وحش. عايزها بعيش، عايزها من غير عيش، المهم انك تديها. ينفع قشطه يا وحش؟ هو كله ينفع، اهم حاجه انك تديها. طب ينفع موز؟ انت جاي تتكلم ولا جاي تتمرن؟ المهم تديها، اديها اديها. بقى حلاوه الرشيد الميزان، هتحتار تاكلها ازاي وهي دي حلاوتها. شد شد ودنك. الرشيد الميزان، ميزان الجوده.